طبعا انا دلوقتي مداخله مهمه، واحد من نجوم الاهلي اللي مبارك له ايضا يعني ببطوله افريقيا رقم 12، بطوله دوري ابطال افريقيا، كابتن كريم فؤاد منورنا على قناه الاهلي، وتحياتي ليك وتحيات الكابتن عمر كمال عبد الواحد. حبيبي يا كابتن اسامه، ربنا يخليك يا رب، منورين ليك طبعا وكابتن عمر. بنبارك لك يا كابتن كريم في البدايه على بطوله افريقيا، كانت بطوله مهمه وواحد برضو من العناصر المهمه جدا لاثبات وجودها في النادي الاهلي، وكان ليك دور مهم في البطوله دي. ربنا يخليك يا رب، الله يبارك فيك، منور الدنيا عمر، انت كده كده كابتن واحد مننا. حبيبي يا كوكي، ربنا يخليك والف مبروك يا حبيبي. وخلص عشان هاجي اعزمك عزومه انت بتحبها. لا مش هاجي. العزومه قول لنا على الهوا. كابتن لما كنا مع بعض في قطر بنتعالج الشهر ونص اللي قعدته معاه ما بياكلنيش الا فراخ مشويه. كل يوم؟ والله العظيم. طب مين كان بيدفع؟ يا عم هتكلم. قول لنا بس على مين كان بيدفع. لا انا الاثنين والله، بس ما بياكلش الفراخ مشويه. عمر كان جاي قاعد معانا وكل يوم يسالني هناكل ايه؟ فكل ما يقول لي هناكل ايه اقول له فراخ، هناكل ايه فراخ، هناكل ايه فراخ، فجه في يوم يقول لي هناكل ايه بقول له فراخ، قال لي والله العظيم باكل فراخ. خلاص يا اخي هكاكي منك. ما شاء الله كريم، يعني واحنا معانا جوكر معانا في حلقتنا عمر كمال عبد الواحد، برضو معانا جوكر تاني كريم طبعا. فؤاد طبعا برضو ما شاء الله مستر كولر، العب وينج رايت موجود، وينج ليفت موجود في المباراه الاخيره بعد اصابه علي معلول كمان، وحلت يعني حل مهم جدا خاصه في ماتشين الترجي. شعورك وانت بترجع لمكان يا كريم، يعني مكان انت ما لعبتش فيه بالك سنين، حته الباك ليفت دي؟ هو الموضوع كان صعب انه علي يتعور يعني في اول 5 دقائق، بالنسبه لنا كلنا كانت خضه لينا يعني وصاب مننا ان علي يتعور، بس هو اول ما نزلت يعني بحكم ان انا لعبت في المكان ده كتير قبل كده، فحسيت ان كل حاجه يعني رجعت في دماغي بسرعه يعني. ما خدتش وقت طويل ان انا ابرمج دماغي يعني. ودي بتبقى حاجه كويسه يعني، انك بتقدر تلعب في اكتر من مكان، بتبقى حاسس في الملعب اكتر ويبقى عندك وعي في الملعب اكتر يعني، فدي حاجه كويسه يعني. شفت جمهور النادي الاهلي ازاي في المباراه دي؟ لا كان حاجه مختلفه طبعا، جمهور من ساعه ما دخلنا الاستاد والواحد كان تحس ان هو عايز الماتش يبدا حالا يعني، كان عامل اجواء كلها حماسيه، وكانوا يعني بتلاقي دفعه قوية جدا مخلي كل واحد عايز يطلع احسن حاجة عنده يعني. فلا كانوا حاجة جميلة خالص يعني. وقعت قلبنا وقلوب كل الأهلاوية مع الكرة الأخيرة في المباراة. تعملها تاني ولا ألعب في الأمام؟ لا لو اتعادل تاني يعني؟ هعملها في كل مرة هتعادل فيها. كنت متأكد إنك أنت هتلمس الكرة وتقطعها؟ أكيد. أنا مش هنزل غير لو أنا واثق إن أنا هاخدها 100%.